البنية التحتية بالوطن القبلي تبقى تقريبا من أهم المشاكل المطروحة واللي تهم المواطن. الطريق الرابطة بين غرومبيليا نابل ثم نابل قربة ومن قربة إلى منزل تميم وصولا إلى قليبيا أو بما تعرف بالإمسي فانسيت. مشروع هذا تكلف تقريبا 192 مليار، انطلق إنجازه في 2016 وما زلنا ما نعرفوش وقتاش يتم الانتهاء منه، خاصة لو نطرح موضوع المشاكل العقارية اللي تواجهه. أيضا عديد المشاكل في البنية التحتية خاصة بالمناطق الريفية، مشاكل تنوير عمومي، مشاكل مسالك فلاحية، طرقات وديوان تطهير. أهالي المناطق هذه في انتظار حلول، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء. نذكر من المناطق هذه بني خلات، المشروحة أبو عرقوب وصفصاف معتمدية الحمامات. كان كعكيس الساعة والحفور والركيزي ما نحكيوش كياسات وننهج يزم برشا خدمة. علاش الناس كلها تتشكب؟ مش شخصيا لا، الناس كلها تتشكب بحكم الجور اللي تصب الشتاء، معناتها كيفاش تولي معناتها اللي احنا ديف وقت كلها تطلع. حالة الكياس هكذا شبحالها حفر شكو جماعة النقل وما عملوا شيء، كل عام يشكو على رواحهم وما عملوا حتى نتيجة. كل مترو زميتو ترجع حفرة. اش باش نحكي لكم اخر الوسخ هاك تشوف مطيش منا ومنا على الكياس منا ومنا الزيكوت ما ثماش الماء يدخل حتى للديار، الوسخ منا ومنا تلقى في الكياس ما ثماش حتى شيء. هاك تشوف كل شيء معناتها هاك تصوروا فيه وتشوفوا فيه تكلموا شكو كل واحد يقول لك توا شنو نعملوا. ها كل مره يجي معناتها واحد جديد ويقول له مش نخدموا وكذا وصايه وكذا وتصبط فلوس وما ثماش فلوس، وواحد يقول كل واحد يجيب لك حكايه وهنا قاعده كاكل توا عندها من الثوره كل شيء كلها كان وسخ. هذه صفصاف السماء فهمني، هذه منطقة صفصاف هي هك تخزر حالة كمين هنا غادي يعبد في الأخرى نشوف الزبلة نشوف الوسخ عايشين في حالة شكينا جرينا مشينا المعتمدية مشينا كل بلاصة وما عملونا حتى شيء حتى حل ما عملونا. التنور العموم مثل ما جملة ولادنا تروح في الليل في الطبعة في الواحد عمس مطرف لما نعرضنا بالموتورات واحد باش نخرج ولادنا من الزقاق هذاك وشوف التطواب هك وشوفوا صوروا وشوفوا كيفاش تدخلوا من الشيرة هذه كيف كيف تمشوا للواحد من هنا هذه البلاصة هذه الزبلة كيفاش مكدسة تراكتور يجي الصباح يعمل يتعدى يجري شكينا عنا سنين ربي. أنا واحد من الناس نسكن هنا من عام 82 نسكن هنا فهمني، هاي حكومات جات ومتعاقبة في جرت بعضها وما عملوا حتى شيء حتى شيء ما عملون. لا عنا كياسات لا عنا لوناس لا عنا حتى شيء، قالوا مشي يخدمونا كل شيء عطينا عنا عاونا البلدية عاونا شرينا لها طريق طريق من هنا حتى الكياس فهمتني 15 مليون شريناه ولا حتى اكثر مواطنين كل واحد 100 الف ريتها الحومه هذه فيها قريب 700 دار فهمتني كل واحد 100 دينار دفعنا كل شيء عندها تو تعرف قد ايه عندها عام ولا اكثر من عام فهمتني. قالوا لنا هاو في اكتوبر مش يرقلوك وكل شيء ما مازلنا ما رينا حتى شيء. وهاك تشوف الوديان الديار تخش لهم الماء في الواحد ريتها في الهبط هذيك الديار تصب المطار يخش لهم هاك تشوف الزبله كذا فهمني حاله برجوليه هذه تسمى برك ساحل في برك ساحل تبع حاميات. الوطن القبلي فيه الان تقريبا 7 مشاريع كبرى مطروحه وهي الطريق السريع على الامسي فانسيت بكلفه 192 مليار واتمام السكه الحديديه الرابطه بين برج سدريه وسليمان بكلفه 75 مليار وكهرباء السكة الحديدية الرابطة بين نابل وبير بورقبة وتهيئة الطريق لمسي 45 الرابطة بين منزل تميم ومنزل بوزلفة بقيمة 17 مليار وإنجاز أكثر من 200 كيلومتر من المسالك الفلاحية الموزعة على كامل الولاية بالإضافة إلى إنجاز 5 مناطق مندمجة للسياحة ذات طابع ثقافي بيئي بكل من معتمدية تاكلسة، الهوارية، حمل غزاز، منزل تميم والميدا. وأخيرا دراسة مشروع مترو يربط بين حمامات نابل مرورا بقربة الميدا منزل تميم قليبيا حمام الغزاز والهوارية.